وين اختك منير؟ بابا انت بعت لنا شبان بادي جارد او شبان ليراقبونا؟ لاخر مره بسالك وين اختك؟ ما بعرف. كيف يعني ما بتعرف؟ ظهرت تسهر وهلا بترجع. هلا الساعه 1 ظهرت الساعه 2. ايه يعني ما عم بفهم انه ميدا ولد صغير يعني مفروض ترجع على 11؟ بترجع لما بترجع. بدي اقول لها وبتقول لها هلا ترجع على البيت. بابا ليه ما بدي اقول لها انت؟ دقيت لها وما ردت علي. طيب انا هلا برجع بجرب دق لها. ما بتجرب، بدي اقول لها بتقول لها هلا ترجع على البيت. مفهوم؟ اوكي اوكي بابا.